أستاذة بيعي صباحية دوزام، أهلا بكم في أسبوع جديد من الفقرات المفيدة والممتعة بإذن الله. معنا اليوم وئام مقتد في فقرة صنع إيديك، غادي تقترح لنا كيفاش نصوبوا لوحات ثلاثية الأبعاد. معنا كذلك الدكتورة لبنى بوحوليل اللي غتلتحق بنا في نهاية الحلقة باش نكملوا الحديث ديالنا حول المراهقين. غادي نخصوا الحديث اليوم على الاضطرابات النفسية اللي تترافق هذه المرحلة الحرجة من الحياة ديالهم. الكل بعد فقرة القانون والبروفيسور محمد جمال معتوخ، مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. بروفيسور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الإذن ديالك غادي نتكلموا اليوم على دائما العلاقة ما بين الكاري والمكتري، غادي نتكلموا على بالتحديد على الحالات التي يجوز فيها إخلاء أو الإفراغ في الكراء للسكن. الحالة واضحة محدودة عندها شروط، سنعرفوا بأن القانون المغربي تيحمي الكاري لولا المكتري. لا هو ما تيحميش غير الكاري ولا كيحمي غير المكتري، كيحميهم بجوج، عندهم واحد الحقوق ديال كل طرف في العقد ديال الكراء. بغيت نقول يعني ماشي غير اجي وخرج السيد من الدار ديال الكراء. لا طبعا فعلا فعلا، ولكن هذا ما تيعنيش على انه هو تيحمي المكتري. ولكن تخيلي معايا واحد الانسان، حيت بزاف ديال الناس عاوتاني تيقول لك واش المكتري دابا ورث المكرم ولا المحرر، كيورثوا في المحل ديالو ما يخرجش المكري، كيبقى دائما مالك ديال المحل. المفروض اللي تيخصنا نوصلوا له هو نهار يبغي مول المحل محله خصو ياخذو. دابا للاسف اليوم بالقانون اللي عندنا اليوم، لا ماشي نهار تبغي المحل ديالك تاخذو، ما يمكنلكش تاخذو. اذا يعني ما كانش واخا يكون عقد فيه مده محدوده، راه ما يمكنش مور هذيك المده تخرج هذاك السيد من الدار. ملي تنتكلموا على السكن، حيت كان عاود المشرع كيفكر في هذاك المكتري اللي تهو عنده واحد الوضعيه قاره، ساكن عنده وليدات مستور، لقى واحد الكراء ما يمكنلكش تقبض وتخرجوا للشارع. اذن اللي خصني نعطي الاحساس لمول المحل بانه يمكن يرد المحل ديالو فوق ما بغى، ونعطي فرصه للمكتري انه يلقى ايضا محل اخر فين يسر راسه. ولكن ما يمكنليش نبقى في هذه الوضعيه دابا اللي رحنا فيها اليوم. علاش شنو سيقول القانون حاليا؟ انت راكي عبرتي عليها وقلتي لي القانون تيحمي المكتري اكثر من المكري، فهمتي؟ راه هذا هو الاحساس اللي عند الناس، يقول لك انا نخليه فيه العنكبوت وفيه البراط اللي يجيو تيزقوا وتيديروا العشوش ديالهم وما نكريش حيت ما بغيت مشاكل. الجاب ما تخرجوا، هذه ما خصهاش تبقى عندنا، خص المول المحل يكون عنده الامكانيه ديال يرجع محله. كيفاش دابا؟ شوف حنا نذكروا بشروط باش اللي يقدر بها غادي نجيو لها، ولكن راه عندنا واحد الحول في الرؤيه التشريعيه في بعض الاحيان، ماشي دائما. نقول لك عندنا نصوص قانونيه جميله جدا وما عندنا علاش نغيروا من دول اخرى، عندنا جميع النصوص اللي تيخصنا، مازال عندنا شي مواد اللي مازال كنشتغلوا باش يكون عندنا نصوص قانونيه ديالها، ولكن النصوص حاليا اللي عندنا، الترسانه اللي عندنا اليوم مهمه جدا. ملي تتفكر دابا في المشغل تيمكن له في اي وقت يطرد الاجير بدون سبب، عنده هذا الحق، عنده هذه الامكانيه، علاش؟ باش نحميو له الراس مال ديالو، نقول له عنده الحريه باش يستثمر. إذن خصنا نعطيه ايضا الحريه نهار يبغي يستغنى على الاجير يستغنى عليه، حيت يساهم في الاقتصاد الوطني. علاش ما نجيش ايضا عند المالك ديال العقار ونقول له انت عندك اسيدي الحق باش تاخذ محل، هو تيروج الاقتصاد. يعني راه عندنا باش نقول لك عندنا كل خطره كنتكلموا على اين، شنو هي الحالات اللي يمكن مول المحل يفسخ العقد ديال الكراء؟ عندنا ثلاثه ديال الحالات اللي ما فيهمش اللي لازم نصيفطوا فيهم انذار، وعندنا واحد الخمسه ديال الحالات، اولا شوف شحال بالضبط، خمسه اللي فيهم واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، فعلا خمسه اللي ما فيهمش الانذار، ماشي لازم فيه انذار. تبع معايا الاشعار. اذا الحاله اللي ما فيهاش اللي فيها لازم الانذار هو اللي تكون حاله المطل يعني التماطل في الاداء، لازم نصيفط له واحد الانذار تقول له الله يخليك. وفوقاش كتبدا حاله المطل من بعد ثلاثه اشهر من عدم الاداء، ماشي غير شهر ما اديتيش راك في حاله المطل، ما تاديليش ثلاث شهور ديال الكرا ما اديتيهاش عاد تكون صيفط رساله. شنو غادي نصيفط؟ كنصيفط رساله تنقول له ودي راه خصك تخلص 15 ديال اليوم، ولا ما خلصتيش راه غادي ندير لك الافراغ وتادي عن طريق مفوض قضائي. مفوض قضائي طبعا مع اشعار. مع الاشعار ملي كنقول له مفوض قضائي يعني لازم الاشعار بالتوصل. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي تيكون فيها بالانذار او بالاشعار
هو ملي تنبغي نستعمل المحل للسكن ديالي. انا مول المحل ولكن كنت كاري وانا براسي ما بقاش عندي فين نسكن، او ولدي ما عندوش فين يسكن، او بنتي ما عندهاش فين تسكن، او الاب ديالي او الام ديالي ما عندهاش فين تسكن، او الشخص انا متكفل به بمقتضى يعني حكم ديال الكفاله كيخضع القانون 01/15 ما عندوش فين يسكن، هذا اللي متكفل به. ها اذا فين اللي اولى بهذيك الدار اللي انا كاريها؟ واش انا اولادي والاولادين ديالي، ولا نخلي البراني كاري؟ فهمتي؟ اذا هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه هي ضروره هدم المحل المكثره واعاده البناء او ادخال اصلاحات ضروريه عليه تستوجب الافراغ. يعني تيبان لك المحل قرب يتهدم، بغيتي تعاود تبني، بغيتي دير شي اصلاحات، اذا انت تقول الله يجازيك بخير. ماشي غير بغيتي، من الضروري خاصنا نديروا اصلاحات. لا حتى لا بغيتي. لا بغيتي يعني بغيت غير نصلح نعاود، ما بقاش عاجبني المنظر ديالو. ما كاين حتى شي مشكل، حيت هذاك السيد غادي يخرج راه كنحفظ له حقه باش يرجع. هكذاك. عنده حقه باش يرجع. ثم عندك حالات اللي هي الخمسه اللي قلت لك اللي ما محتاجينش فيها الانذار ولا الاخبار ولا الاشعار، ولكن تيخصنا نثبتوها. استعمال المحل والتجهيزات المكثره في غير ما اعدت له. انا كاري لك واحد المحل باش تسكن فيه، انت لقيتك دايرو محلابه زين، ولا دايرو بيت الخزين، ولا ماشي بيت الخزين، دايرو محل الخزين، محل الخزين يعني ما عندكش. ادخال تغييرات على المحل المكثره بدون موافقه او اذن المكري. يعني جيتي وريبتي واحد السور وبغيتي دير جوج ديال البيوت تردهم صالون، لقيتيهم عندك الكوزينه مشدوده وبيت هنا، حليتي الكوزينه على ريبتي واحد الحيط، حيتي ساريه، شديتي شرجم ما بغيتيش داك الشرجم يبقى، كان عندك جوج بيبان رديتي غير باب وحده وشديتي باب، كان عندك ثلاثه بيبان بغيتي دير اربعه ديال البيبان، لا هذا راه ملك ديال واحد الشخص اخر تيخصك تحترمه، ولا بغيتي دير شي اشغال بحال هكا بالاذن ديالك تاخذ الاذن. الحاله الثالثه اهمال المحل المكثره على نحو يسبب له ضررا كبيرا. يعني انا كاري لك ولكن انت تتكرف لي على المحل ديالي حتى ولا خطر على تضر لي المحل ديالي. يعني من بعد ما غتخرج انت غادي نلقى المحل ديالي مضرور بزاف وخصني نخسر عليه بزاف ديال الفلوس، وماشي بالضروره يكون داك الضرر كيبان. فهمتي؟ يمكن بحال دابا غير تسريب المياه الا كان لداخل راه الارض كتفزق وراه الحيوط كيفزقوا، ولكن مازال ما بان حتى شي حاجه. اذن الا بان لي في السلوك ديالك بان هناك استهتار واستخفاف ولا مبالاه ولا مسؤوليه في استغلال المحل اللي انا كاري لك ومن شانه ان يسبب لي ضررا او لمحل ملكيتي ضرر، تيخصني حتى هي ندير لك الافراغ. عدم اداء الوجيبه الكلائيه التي حل اجلها رغم توصيله بانذار الاداء. يعني ملي كنصيفط الانذار اللي تكلمت الاول في حاله المطل ملي ما كيجاوبش صافي تندير الافراغ افراغ ديالي. اذن هادو الحالات اللي تيكون فيهم. والتطبيق ديال الافراغ تيتم؟ طبعا تيتم، يعني كنلقاو فيه شويه ديال العراقيل، كنلقاو فيه شويه ديال التضليل والتمويه والمقاومه، وكيكون مشكل. ولكن لا، ما بين الامر بالافراغ والتطبيق ديالو ما كاينش يعني مشكل، يعني تنفيذ الافراغ. تنفيذ تماما، كتكون شويه المقاومه، كيكون شويه التمويه. لا على المكتري يعني غير من طرف السلطات، واش الحكم تيخرج دغيا؟ لا مبدئيا ملي كيكون عندك حكم يا اما مشمول بالنفاذ المعجل ولا حكم في الموضوع فيه الافراغ، راه الى كانت مقاومه ديال المكتري كتلتجا للقوى العموميه، كترجع عند وكيل الملك يعطيك تسخير القوى العموميه اللي كيمشيو معاك باش كيفرغوا السيد وتيعطيك السولتات ديالك ويديروا المحضر. والله ينيك الله ينيك. واخا، شنو الامل ديال الدكتور محمد جمال معتوق في هذا النطاق هذا انه يتصلح ويتصوب ويتعدل في هذه القوانين هذه؟ هي الحريه هذه اللي خصها تكون عند صاحب العقار باش يسترجع المحل ديالو. شنو يمكن تكون هذه الحريه؟ شنو ممكن نزيدوا كنص قانوني اللي يضمن لي هذه الحريه؟ لا هو يعني فصل من الفصول اللي تيعطي الحق للمالك المكري انه بعد واحد الانذار، واحد اخبار، واحد اشعار ديال السهور، واحد المده فوالا مثلا باش يرجع المحل ديالو، وفي نفس الوقت نعطي للمكتري فرصه باش يقلب على الكره واحده اخرى. نزيد نحسم ايضا ملي كيكون شي واحد كاري 33 عام وهو كاري، المشرع ما تكلمش على التعويض في السكن. فهمتي؟ تكلم خلاها ما بغاش يجبد المشاكل. لا انا نحسم في هذه المساله، وساكن من 10 سنين ل 15 عام ولا من 10 سنين ل 20 عام غندير له تعويض كذا يخرج، من 20 عام 30 عام كذا يخرج. فهمتي؟ وخا. يعني نحاول انا مولات الدار نوضح، وانا ما بقاش عندي الفلوس ومحتاجه الفلوس، بغيت نبيع هذيك الدار. اها، تبيعها عامره؟ عامره اها،
وملي غتبيع عمره غتبيعها باقل ثمن. ماشي سبب للافراغ. لا والو. ما كاينش سبب للافراغ، خاص يكون سبب. بل هذاك اللي غادي يدخل غيدخل عليها مكريه. اللي غيشري غيشري العقار مكري ويبدا هو يتخلص من الكلام. حتى هذه خاصه هي خاصه. لا خاص خاص جرأه. خاص جرأه جوهريه. اه باش 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 القرارات بحال هكا. علاش؟ حيت دابا عندنا ازمه ديال السكن. عندنا ازمه. علاش؟ حيت الناس عندهم عقارات وشادينهم. مناش بسبب المشكل ديال التقاضي ديال بان المكتري والمكري. الا مشيت انا احسنت في هذه النقاط ووضحتهم ولو بجرأه ووضحتهم غيعرف راسو كل واحد شنو عنده وكل واحد شنو عليه. انا ما غادي نكري، عارف راسي هالمده شنو نكلي ناخذ كتعويض، والاخرين شنو عندهم كمكتري اشنو التعويض ديالو يقضى معايا واحد المده الى اخره. يعني تكون الحقوق واضحه باش اللي يدخل واحد على الكره يكون عارف شنو ليه وشنو عليه وعبر اي زمن، ويحس بان القانون حاميه كان كاري او مكتري. تماما بجوج يكون توازن بين بجوج. شكرا لك دكتور محمد جمال معتوق. تلاقاو يوم الجمعه ان شاء الله اللحظه، نمشيو عند وئام مقتد في فقره صنع ايدك. وئام السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. اليوم غادي ناخذ معك واحد الوقيته ديال الاستجمام والوقيته ديال الراحه وديال الراحه النفسيه سورتو بهذه الاعمال اليدويه الجميله اللي ستديري. هذا الطابلو صوبتي انت؟ صوبته انا وسميته طابلو 3D ولا ثلاثي الابعاد، لان عندنا كاع الالوان اللي شوف كيفاش جمع هذا اللون اللي مورانا جا حتى يحمق. نقدروا نعطيو جا غزال، يا اما فوق هذا يا اما فوق هذا. فوق هذا ولا فوق ان فون بلون اللي بغينا. غيعطي واحد ما غيبقاش بلا. فهذا نوع اخر ديال لي تابلو اللي كيخرجوا اون غولييف. يحييه. فوالا كيعطي واحد لا ديمونسيون. دونك لهذا لو دي اي واي هذا سهل زعما نصوبوه. يلا باغا نقولها لك، باغا نقول لك بعكس ما الناس غيسحب لهم راه صعيب، هو سهل جدا. يكفي اننا نطلقوا الافكار ديالنا ونخليو الابتكار ديالنا يخرج، يعني نخليوه كومبليتمون. لان علاش؟ العنان الافكار ديالنا والابتكار. الابداع. سواء في لي فورم ولا في لي كولور. لان هنا نحتاجو نديرو دي فورم يعني كبار صغار، نخليو يعني اشكال هندسيه محضه. محضه. اشكال تقدر تكون دائريه ولا غير ابستريت، بحال هكا تقدر تكون غير دي فورم اللي بغينا. يعني نقدروا نخترعوا اي شكل بغينا طاح لنا في بالنا، نقدروا نديروه كبير صغير طويل رقيق كما بغينا. ثاني حاجه هي الاختيار ديال الالوان. نقدروا نمشيو من الوان دي كولور مونوكروم يعني ابيض كحل رمادي، ولا نقدروا نمشيو في كاريمون داكشي يكون ملتي كولور، ويقدر يكون نتماشى مع لا ديكوراسيون ديالنا الى ما غير ذلك. دونك بالنسبه للطريقه اولا قبل من الطريقه نشوفوا الادوات اللي غنستعملوا. فانا غادي نخدم بلو بابي بلوم اولا لو بابي موس. هاد لو بابي كيتستعمل باش كيصوبوا باش كنصوبوا لي ماكيت. تيديروا المهندسين المعماريين. المعماريين ولي جاركتيك دانتيريور. دونك انا كنت كنخدم به ملي كنت كنصوب دي ماكيت فاش كنت كنقرا. وموجود في كل المحلات اللي تيبيعوا الادوات اللي يعني ديال فوالا. وعلاش اختاريته بالضبط بعكس الكرتون ولا اي ماده واحده اخرى؟ لانه سهل في يعني في التقطاع ديالو، سهل في الخدمه ديالو وخفيف. حتى بالنسبه ملي غنبغيو نعلقو فهو خفيف بزاف، وحتى لاسبي ديالو كيعطينا واحد وتتبع اللوحه. لوحه كبيره بحال هكا فور ماغيزان ولا دوبل فور ماغيزان، ما بقاش عاقله الاسميه ديالها ولكن قد تقريبا فور ماغيزان. لو فكرتيني فيها بعدا يعني دوبل ديال ا 3 ا 2 فورما ا 2 ولا ا 1. هادو هما لي فورم اللي كيتباع فيهم بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شويه لي فورم ديال لي بابي. المهم تخرج لك بزاف. المهم وحده ورقه وحده خرجتي بها هادشي كامل. هادي فوالا دونك صوبت بها هاد لو تابلو. ممتاز. اذا بالنسبه للادوات كنحتاجو كوتور، يعني نقدروا نستعملوا كوتور عادي، ولا كنحتاجو هاد لو سكالبيل فهو كيعطي لا بريسيزيون اكثر. كيف ما شفتي لام ديالو كتكون بيزوتي. فوالا بيزوتي وبوانتي بحال هكا باش كتعطي لك لا بريسيزيون في لا ديكوب. ومن بعد كنحتاجو مسطره قلم كومبا اي حاجه باش نرسمو الاشكال الهندسيه. دونك على بركه الله كنقدر كيف ما قلت لك نتخيل اي فكره بغيت. مثلا بغيت غندير تموجات على هذا الشكل، غنجي هنا غندير تقريبا ربع دائره، غنجي مثلا هذا غندير اكسرسيس تمرين يديروه مع الوليدات الصغار. ممتاز هو اليوم. ممتاز وخصوصا يعني ما فيش شي خطور عليهم. يقدروا يستعملوا حتى اذا كانوا من ان سيغتان اج يقدروا يستعملوا كوتور ولا نقدروا نقطعوا لهم حنا، ماشي مشكل. المهم يديروا هما بعد الاشكال الهندسيه ديالهم حنا ويقدروا يصبغوهم كذلك. دونك انا ناخذ مثلث مثلا، غناخذ نصف دائره وغنبقى غاده بحال هكا في
الاشكال اللي بعد هذيك الورقه كامله والاشكال تقدر تكون كبيره الا بغيت ندير طابلو كبير الا بغيت اشكال صغيره الا بغيت ندير ان بوتي طابلو مفهمين يعني بان هذا لو موديل اللي درتيه راه يقدر يكون قد هكا ولا قد هكا فوالا على مستوى كبير جدا نقدروا بحيط كامل نقدروا نخدموا حتى بالعود الا بغينا مثلا دي فورم كبار نقدروا نخدموا بالكونتر بلاكي دونك سي نابياج حتى هو نابياج ارتستيك ارتستيك بالنسبه لي غرون اسباس الناس اللي ما تعرفوش شنو يديروا في حيط كبير خاوي فهذه فكره يقدروا يمروا بها اذا كيف ما شفتي في لا ديكو فهو سهل بزاف كنتبع فقط الرسم اللي درت فوالا بهذه الطريقه pardon ما شفتي فوالا كنحصل على هاد الاشكال دغيا دغيا تيتقطع فوالا كنقطع نصف دائره ديالي نقطع المثلثات نقطع كاع الاحجام الهندسيه اللي بغيت فهنا كنت صوبت وحدين من قبل هنا ربع دائره كاع داكشي اللي طاح ليا في راسي كلشي يعني صوبته من بعد كندوزو لا كولور هنا كنقدروا نستعملو كنسولك يعني واش ولا بدا يكون عندنا حس فني باش نديرو هاد المزيج ديال الالوان وديال الاشكال ولا نثقوا في الذوق ديالنا ونديروا اللي بغينا بيني وبينك سمير كنظن ان اي واحد فينا عنده واحد الحس فني خاصو غير يفيقو برافو عليك فوالا خاصو غير يفيقو وما يحشمش من الاختيارات ديالو يدير اختيار الاول اختيار الثاني يزعم لان كل واحد فينا انا متاكده من الكبير حتى الصغير كل واحد فينا عنده واحد الحس فني وحتى اللي خايف ولا اللي يدهش يدير بحال الوان من نفس العائله فوالا بحال دابا غوز غوز بال غوز فونسي بريزيد البيض يزيد الكحل باش يديرهم في نفس العائله حتى هما ويخرجهم شويه الكحل ولا شي حاجه بالفعل وصافي تعطيه هذه الفكره ويقدر ياخذ مثلا من ان تابلو ديجا عنده ولا من شي حوايج ديجا عنده فيهم جوج الوان نعطيهم حيله زوينه شوف راه ما كاينش احسن من الطبيعه كمصدر للالهام راه خذ غير ورده وهذوك الالوان اللي فيها بالتيج ديالها بكلشي وديرهم في الطابلو غادي يكون شوف سبحانه وتعالى هو احسن مصور واحد مصور خالق ما شاء الله دونك نستافدوا غير من هذاك الشيء اللي داير بينا من الطبيعه نقدروا نخرجوا به شي حاجه زوينه صحاب حتى هو ملي كتكون الشمس كتغرب هذوك الالوان ديك لا باليت صحيح وكاينه واحد لا تكنيك وحده اخرى بين قوسين نقدروا ناخذوا تصويره وكناخذو في لورديناتور وكان مثلا غير في لوجيسيال عادي بحال وورد كناخذو لا بيبيت وكناخذو لي كولور كنغوتيريو لي كولور من هذيك التصويره تنحطوهم باش نتعرفوا عليهم يعني بالنسبه للناس اللي تيخدموا بحال هكا تو دي لوجيسيال دونك هنا الصباغه اين نوع الصباغه اكريليك صباغه الماء عادي اللي عندكم الصباغه من الاحسن استعملوا الاكريليك باش كتشد مزيان وحتى لا تيكستور ديالها كتكون زوينه سينو لا غواش الصباغه ديال الماء عاديه هنا كيف ما شفتي اما كنصبغ بلو بانسو بحال هكا يا اما كنستعمل لي بومب على حسب شنو متواجد عندي فلي بانسو حتى هما سا مارش ما نعزوش حيت ما عندناش لي بومب ولا حيت ما عندناش الماتيريال ان بانسو سامبل مع صباغه فوالا صباغه عاديه نقدروا نديروا المزيج اللي بغينا ديال الالوان ولا نشريهم ديجا مصوبين كيف ما شفتوا يعني من لاكوش الاولى فكيبان لاكولور تتبان ناديه كتبان تكون اوباك بحال هكا ما نزيدوش فيها الماء ما كاينلاش كنخدموا بها كيف ما هي حتى الماتير هذه تتعاون بزاف لانها زوينه لا فينيسيون فوالا او خفيفه وكيف قلت لك لا ديكوب ديالها كتكون سهله بزاف هنا كنضيف ما نساوش الجنيبات حتى هما كنصبغوهم كيف ما قلنا فهو 3 دي يعني غيبانوا لينا الجناب حتى هما نصبغوهم وكنكمل هكا القطع كلها اللي عندي هاد الاحجام كلها اللي صوبت فوالا كنكمل كل شيء هنا عندي وحدين مصوبين من قبل اللي ديجا صبغت وكنصوت واحد لا كومبوزيسيون من قبل اللي غنوريها لك دابا بالنسبه للطريقه اللي غنجمعوهم بها هي لاكول بيستولي اكول ولا اي كول عندنا في الدار ماشي مشكل اللي كتصلح واش خصنا نحطوهم كاملين قبلتنا نديروا لا كومبوزيسيون عاد باش نلصقوا ولا نلصقوا او فيغي ميزور حنا غادي واحد انا لقيت واحد لا تكنيك هي كنقطع لي فورم وكندير لا كومبوزيسيون في الاول مثلا بلا لا كولور بلا لا كولور مثلا كنجي غادي نديروا مثلا هاد جوج الاشكال بحال هكا اون بتيت كومبوزيسيون مثلا هكا غندير مثلا هذا هنا وغنبقى بحال هكا غادا بهاد الاحجام ياك مثلا هذه لا كومبوزيسيون ديالي وهنا كنشوف شنو الالوان اللي غيجيوني مثلا كناخذ هنا مثلا غندير غوز نكتب هنا مثلا غوز ولا غناخذ غير ان بتيت ايشونتيون غوز هنا غندير لو فير شنو كيبان لي مثلا غيجي هذا اللون هذا هنا ولا كيف ما قلت لك غير كنعلم من بعد كنصبغهم
ولا كان قبل ما نحيدهم كندير كناخذ واحد التصويره تبقى عندي كيف ما درت انا في التليفون التصويره كنخليها عندي كنمشي كنصبغهم كنخليهم كينشفوا من بعد كنرجع لهذيك التصويره ديالي ومنها كنجي كندير لا كومبوزيسيون يعني باش نعقل على كل حاجه فين كانت شنو كنعرف لا كومبوزيسيون اللي وجدتي ديال هادو اللي وجدت انا شنو طاح ليا في بالي انا نوريك لا كومبوزيسيون هي هذه هاد الطابلو دابا غادي يجينا مع هاد الطابلو نقدروا نحطهم حتى بعدا غادي يجي معاه بالفعل ممتاز هنا غنبدا نوريك لا كومبوزيسيون فينال عاد غنلصق باش ما نديرش لك التشويق بزاف فوالا دونك غندير هادي بلوتو هادي هنا بحال قلتي كيمشيو باغ كندير دي نيفو دي سوبر بوزيسيون دي سوبر بوزيسيون هكا فوق منها غتجي هادي هكا واخيرا في هادي واحد التشكيله بسيطه يعني نقدروا نديروها فاسيلمون شويه ديال لو نوار حتى هو كيعطي واحد ممتاز 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 دونك هنا كنبدا كنلصق كنحاول نعقل على البلايص ديال كل حاجه مثلا هادي هنا وهاد اللصقه هاد لا ماتيك تتلصق دغيا بهاد اللصقه هادي دغيا كنربحوا الوقت فوالا انا تقريبا خرجت بواحد 1 سنتيمتر نزعمو في كل شيء نزعمو في كل شيء وهادي فرصه باش يعني نختبروا البتيكارات ديالنا والافكار ديالنا وما نبقاوش فيها فرصه حتى باش ما نبقاوش خايفين من اي حاجه واحده اخرى نزعمو على المجهول يعني شي حاجه اللي كان ما كناش زعمي عليها قبل هذه فرصه كوم ان اكزرسيس غنديروه فوالا كنجي هنا هادي هي اللي غنجمع بها هاد لي دو بارتي هادو غندخلها مثلا شويه ماشي بالضروره تكون في لو سونتر ولا تكون يعني غير يكون نشوفوا حنا شنو يعني ما محتاجينش المهارات الرياضيه ولا الرياضيه ديال الرياضيات ولا مهارات هندسيه ولا مهارات كيف ما كانت وشوف هاد سمير حتى هاد اللون يجي ما بيش اكزاكتومون نقدروا نزيدوا في شي بليس شوف كيفاش جاوا بجوج تيحمقوا فوالا ممتاز الله يعطيك الصحه شوفوا هكذا واو يقدروا يجيو مثلا هكا سوبر بوزي ولا هكا متاخلين. ولا نقدروا نديروا اللي بغينا شكرا بزاف على الفكره وي ام مقتد شكرا لك على الفكره بزاف شكرا لك وليداتي شكرا لك شكرا لك نتلاقاو غما قريب ان شاء الله في صباحيه الدوزام لحظه نمشيو عند الدكتوره لبنى بوحاولي ومعك دكتوره لبنى اليوم غادي نكملوا حديثنا حول المراهقه كفتره حرجه من حياه كل انسان كان ذكر او انثى تكلمنا كثير في الحلقه الماضيه على كل هذه التغييرات الفيزيولوجيه والرغبه في تحقيق الذات والرغبه في فرض الانا اليوم غادي نكملوا كيف ما وعدتينا مع الاضطرابات النفسيه اللي تترافق هذه المرحله عفوا السلام عليكم لا سميره فهي الاضطرابات النفسيه اللي قد تكون في هذه المرحله ماشي ضروري ماشي اوتوماتيكيه لا حنا تكلمنا كما قلتي في المره اللي فاتت على الحاله الفيزيولوجيه يعني شنو تيطرا التغييرات على مستوى الدماغ تغييرات على مستوى الحاله البيولوجيه والحاله النفسيه فباش نوصلوا اليوم انه هذه الفتره ديال المراهقه كثير من الامراض النفسيه تتقدر تبدا في هذه الفتره لسبب نقدروا نفهموه الى رجعنا للتفسيرات اللي قلنا الاسبوع الماضي انه الدماغ تيكون مازال يلاه تيتم داك النضج ديالو الخلايا العصبيه يلاه تتكمل النضج ديالها حتى يعني درنا فيه غادي يكبر معاه يعني كاين واحد الهشاشه لا على المستوى البيولوجي وعلى المستوى النفسي والاجتماعي اللي تتخلي ان ممكن يظهروا عده امراض نفسيه منها كل ما هو اضطرابات توتريه اللي فيها الفوبيات كنا تكلمنا من قبل على الفوبيات وقلنا بانها تكون عند المراهق الفوبيات بعده اختلافاتها الاجتماعيه وغيرها بما فيها اضطرابات الحالات ديال الهلع مثلا بما فيها الاضطرابات المزاجيه اي حالات الاكتئاب تقدر تكون في هذه الحاله ديال في هذه الفتره ديال المراهقه الوساوس القهريه عده امراض اللي هي النفسيه وحتى امراض اللي قد تكون للاسف شويه صعيبه اصعب من هكا كمرض مثلا
الفصام اللي واخا قليل ولكن للاسف تيبان في هذه الفتره هذه. اذا معروف من الناحيه العلميه والطبيه انها فتره ذات واحد الخطوره معينه حساسه وكنردوا معها البال اكثر. ماشي حنا هنا تنقولوها باش نخلعوا لها هذه، ولكن حنا كان يعني عندها واحد الخاصيه اللي كنردوا معها اكثر. يعني كاين امراض كثيره اللي تقدر تصيب، وكاين امراض اللي عندها علاقه بالسلوكات المختلفه اللي تتكون عند المراهق. ما نتخلعوش منها ولكن نديروها في بالنا باش نتجاوز باش نتفاداوها باش نديروا الوقايه منها، نردوا البال معها لانها مهمه. واش تعطي علامات هاد يعني هاد القابليه وهاد الارض الخصبه اللي يمكن ليها تترعرع فيها هاد الامراض ولا لا؟ هي كما قلتي لسميره خصبه، ارض خصبه، ارضيه خصبه، يعني في نفس الوقت ها هي هاد الفتره هي اللي تيكون فيها مستوى التعلم كثير، تيكون فيها واحد العطاء كثير عند المراهق، لان هذيك فتره من الزمن اللي هي زوينه بزاف. ما خصناش نقولوها كانها فتره اللي ما زوينش، راه فتره عجيبه كيكتشف فيها الانسان من الطفوله كيدوز لسن النضج كيكتشف بزاف الحوايج، ولكن في نفس الوقت هذيك الارض خصبه. وما يمكن لي الا نذكر الصوره ديال الارض خصبه. الارض خصبه كتطلع الزرع ولكن كتقدر تطلع حتى النباتات اللي هي صعيبه. وهنا كما قلتي مهم اننا نعرفوها، ماشي باش نبقاو خايفين منها، او كما قلنا من قبل اي حاله نرجعوها طبيه ضروري نمرضوا لها. ولكن الارض خاصها تخدم، ولكن خاصها توجد تماما، وخاصنا نحذيو معها ونشوفوا، لان كما كما قلنا راه بناء انسان هذاك، والانسان ينمو من الطفوله المراهقه الى عده مراحل بطبيعه الحال معروفين. فالامراض كثيره ولكن احنا نردوا البال غير مع السلوكات اللي هي قد تكون غير طبيعيه. وللاسف الناس تردوا البال اكثر مع السلوكات اللي هي باينه، اللي هي منها سلوك مثلا العنف او سلوك الرفض مثلا عند المراهق. فيقدر يكون طبيعي انه يرفض شي حوايج عند الوالدين ديالو او عند المجتمع او عند الاسره التعليميه مثلا. يقدر يكون مجرد تحقيق ذات، انه يقول لا، انه يحقق ذاته، ويقدر بعض الناس يظنوا بان هذاك هو المرض، ولكن المرض ماشي دائما اعراض اللي هي باينه واضحه. وباش نعرفوا هذه الحدود دكتوره، ماشي كنا يعني علماء نفس باش نعرفوا شنو هي الحدود اللي ما بين الطبيعي وما بين المرضي؟ شوف طبيعة الحال حنا ماشي كنا اطباء، ولكن ما كاينش ما حسن، وانا تنقولها دائما النظره او الشوفه ديال الوالدين الا كانوا قراب من وليداتهم، قلبهم ما تيقول الا كانوا قراب من وليداتهم، كون على يقين بان احسن من نظره الطبيب. يعني يقدر الطبيب يشوف انيا هذاك الشخص، ولكن هذوك الوالدين عايشين مع ذاك الطفل، طالعين معاه، قرابين منه، غاديين معاه دقه بدقه، عارفين شنو هو المعتاد شنو اللي خارج العاده معينه. هذيك التغييرات ما نغطيوش عينينا الا بانت لينا مزعجه، خصنا نشوفوها بوضوح. وكما قلت دابا شويه ماشي فقط التغييرات المزعجه والظاهريه، كاين التغييرات الساكته. التغييرات الساكته هي اللي كنردوا معها حنا البال طبيا اكثر، هي كل ما هو عزله، واحد العزله غير طبيعيه، واحد سلوك يعني هو غتقول لي المراهق بطبيعته كيسد على راسه. هذه الشوفه ديالك هي تذكر كيفاش جو فورمول لا كيسيون. يعني شفتك يعني بزاف ديال الشباب تينعزلوا، وقدر نعم. نديروها في زعما في خانه ديال الحشمه ولا ديال تكوين الذات ولا فرد الذات، ولا تيخمم ولا باغي تيقار. يعني باقي ما عرفش شنو هو هذاك الخيط الرفيع اللي تيفصل ما بين الحاله العاديه والحاله المرضيه. كون على يقين بان الوالدين تيحسوا بهذا الخيط الرفيع الا كانوا قراب. كنرجع دائما ناكد ما يمكنش الوالدين يكونوا كل واحد مشغول في حياته. ما تنعيب على حد وما تنقولش ما عندناش واحد القاعده عامه اللي خدم الله يعاونه واللي جالس في الدار الله يعاونه، ولكن كاين واحد القرب اللي هو عنده جوده. ماشي دائما الوقت اللي كندوزو مع الوليدات هو اللي عنده قيمه، بل بقدر ما الجوده ديال الوقت اللي تندوزو، يعني القرب ديالنا من داك الوليدات. التغيير راه عادي، راه تيكون، راه فتره المراهقه هذه تخصنا نتقبلوها ونقربوا من داك الوليدات. انما ملي تيكون داك التغيير، وهنا نرجع نقرب من الامور شويه ملموسه، تغيير اللي كيدوم في الزمن واللي كيأثر على هذاك المراهق في الحياه ديالو اليوميه والعمليه. مثلا هذاك التغيير كيخليه ما بقاش قدر يمشي مثلا الاعداديه او الثانويه اللي كيمشي لها، دخل في واحد الحاله اللي ما بقى تيهضر مع حتى صديق عنده، ما بقى حتى واحد من الرفقاء اللي عنده في المدرسه ما بقى كان من قبل تدوي معاهم. في واحد الفتره معينه ديال اشهر معينه ما بقى بغى يدوي مع حتى واحد من الرفقاء ديالو في القسم مثلا او لا في الرياضه او علما. قلت الرياضه،
الأنشطة الموازية اللي ستكون في هذا السن مهمة، كتخلي لنا واحد السهولة باننا نشوفوا داك الوليدات واش غاديين بواحد الشكل متوازن مع المجموعة الاجتماعية اللي هما فيها. فإلا كنا قراب كما قلت ولاحظنا تغيير معين، ان داك الشخص المراهق مبقاش بغى يمشي للرياضة ديالو، مبقاش بغى يدوي مع الرفقاء ديالو، ودام هادشي في الزمن يعني واحد المدة هو مبقاش مكيبغيش يمشي للدراسة، دائما كيقلب على السبة باش يغيب، تيقدر هادشي ماشي تنقولو باش نخوفو، ولكن تيقدر يبين لنا مثلا حالات ديال الفوبيا الاجتماعية اللي حنا عارفينها، فداك الشخص كيبدا تكلمنا عليها وشرحناها طبعا وتكلمنا عليها، فخصنا نردو البال معاها، ومشي هي دائما حشمة، ولكن كاين ما بين الحشمة وما بين المرض كاين واحد الاثار اللي غادي تاثر ليه مثلا هذاك المراهق على تحصيل المعلومات الدراسيه، مثلا نقص في الدراسه ديالو، كان مزيان كان كيجيب مزيان فنقص بغته، فحنا خصنا نردو البال. بان لي سلوك معين، وهنا سمحتي لي يا سميره، كاين بعض السلوكات ديال الوالدين تقدروا يغمضوا عينيهم عليهم، مثلا سلوك العنف الذاتي، اذا الذات البنيته او الوليد شرط لحيمته هكا، هذاك ماشي سلوك طبيعي. يعني هذا السلوك تيقدروا يديروه وليدات، انا بالنسبه ليا كاين تيديروا غير الناس اللي تيتعاطوا مخدرات. لا هو ماشي حنت تيديرها راه تيتعاطى مخدرات، ما يمكن ماشي نمشيو في كنقولها لك بزاف الناس غيكونوا بحالي بزاف الناس تيقدروا يظنوا يعني تيشوفوا غير الامور اللي هي قبيحه، فهي فعلا حاله ماشي طبيعيه، ولكن ماشي معناتها تيتعاطى مخدرات، معناتها كاين مشكل نفسي. ما يمكنش انسان طبيعي، لان الله سبحانه وتعالى خلقنا على الفطره اننا نحميو ذاتنا ماشي نضروا ذاتنا. فهاد الشخص اللي غادي يستمتع بانه ضرب الحمو، او لك يبان لك مثلا هاد الوليد او البنيته في الصيف ودير الكبوط هكا مغطي به يديه فحال هكذا، انا كنقول لك ها هما الامور اللي تبدا نلاحظهم مع المراهق، مغطي يديه في الصيف الدار سخونه هو كيبان لك سخون ويديه مغطين، فماشي غنقول له حيد نشوف، حنا ماشي شرطه هنايا ولا هذا، بلا باقه كنحاول نقرب منه نجلس حداه نكون شويه قريب ليه. فهنا اذا الذات حنايا كنقربوا دابا من السلوكات اللي قد تكون علامات اللي قد تظهر على المراهق وتقدر تظهر على اي مراهق، باش ما نبقاوش خايفين، يعني ماشي معنيتها صافي راه مشى راه ما عندوش دواء راه مشينا، باش ماشي نعاود نخافوا بزاف لدرجه اننا نتفادى ونشوفوا الواقع، خصنا نشوفوا الواقع ونعرفوه. كاين اذا الذات، كاين إذا الغير، مثلا غادي نسمع في المدرسه بانه ولدك ضرب فلان ولا دائما ولا عنيف مع الدراري اللي معاه او البنات اللي معاها او 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 مثلا العنف ضد الناس. وكاين حتى سلوك السرقه، بزاف المراهقين تقدروا تكون عندهم هذا السلوك، الوالدين ما تيبغوش يشوفوه تيغطيو كما كنقولوا الشمس بالغربال. واش نقدروا نديروا السرقه تي في خانات العادله كانت قليله؟ واش بزاف ديال الشباب تيديروا تي السرقه على مستوى المهم كيفولان بوف فولان نوف ولا كيفولان نوف فولان بوف، ولكن كاين بزاف حتى ديال الشباب ديال المراهقين تيسرقوا. فهاد المساله يعني في البيت غير داكشي في البيت. احنا دابا الا كنا نرجع دائما للاساس اللي تنتكلم عليه، القرب الكيفي مع الوليدات، إلا كنا قرب من الوليدات وعاطينهم مبادئ معينة، ما شافوكش أنت كأب أو كأم كتسرق، شافوا أخلاق شافوا مبادئ وبان لك بأن ذاك الشخص ناض سرق، هذا ماشي طبيعي. طبيعة الحال إلا كان عايش في بيئة فيها سرقة بين قوسين نقدروا نحسبوه طبيعي ولو أنه ماشي طبيعي، ولكن مراهق بان لك داز البيت مثلا ديال الوالدين وخذا واحد الكميه ديال الموبيل خذا الصاف ولا لا صريف صغير يقدر يهزو، غادي نقول له شفتي صريف ولدي ولا بنتي شفتيه هكذا، غادي نعطيه ليه ونخليه معاه يعني بذكاء وبلا ما نصدمه. ولكن مشى مثلا البلاكار ديال بيت النعاس وهز واحد الكميه كبيره وسكت عليها وسولت عليها وما قالش هذه سرقه، ما يمكنناش نبسطوها اللي كما قلتي اللي راه كنقولوا اللي سرق البيضه يشرق الدجاجه، وهي السرقه كسلوك سلوك غير طبيعي، فماشي نبسطوه بهذه البساطه راه ماشي طبيعي، ولكن ماشي تنقول معناتها بان عنده مرض عقلي ولا مرض نفسي، ما قلتش هكا، انما نردوا البال سلوك على سلوك على سلوك على تغيير كيقدر يجمع لنا مجموعه علامات اللي كتبين الا كنا دائما وكنسطر دائما عليها قراب من وليداتنا، كتبين تغيير عند هذاك المراهق اللي قد يستدعي تدخل، ولكن عاده وبصفه عامه والحمد لله راه التدخل ماشي ضروري يوصل لمرحله الطبيب، فممكن غير كما قلت دائما بالاستشاره مع الوالدين بجوج بيناتهم، ثم تواصل حتى مع الاسره التعليميه
الا قدرنا ولا كان حتى داك المراهق كيمارس واحد الرياضه معينه ومشى مثلا انسان عند هذوك الناس اللي معاه في الرياضه وكان واحد التواصل وتواصل مع داك المراهق، راه عاده في عده حالات بل في اغلب الحالات تنقدروا نحطوا يدينا على المشكل ودغيا دغيا نتفاداوه. واللي يعني غنركز عليه كخلاصه في الفقره ديالك دكتوره لبنى بوحولي هي ان التواصل مهم بين الاباء والقرب منهم مهم بزاف بين الاباء والشباب خصوصا في هذه الفتره، دونك اللي بنيناه في الطفوله راه غادي ينفعنا في هذه الفتره هذه. ثاني حاجه هي انه ماشي كل شيء علمي، ماشي كل شيء واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني خاصنا نحسوا اولا نتصنتوا للداخل ديالنا والقلب ديالنا شنو تيقول في علاقتنا مع وليداتنا أو لا هاد الجمله اللي قلتي شويه كبيره بزاف ماشي كلشي علمي كنتحفظ عليها لا يعني في الاحساس بالتغيير نرجع للنقطه الاولى اللي قلتي نثقوا في الاحساس ديالنا فوالا هادشي اللي بغيت نقول ونتبعوه ولكن نمشيو مع وليداتنا. كاين نقطه مهمه نبغي نختم بها، بزاف الوالدين قد يفهموا هذه المساله ديال نقرب من وليداتي خطا ويتصاحبوا معهم بواحد الطريقه مطلقه. راه المراهق ماشي غنصاحب معاه يعني نولي حتى انا مراهق، راه نصاحب معاه ينقرب منه، يعني كاين فرق، كاين حدود، كاين سلطة، كاين إطار ديال الوالدين، كاين واحد السلاسة كنتصاحب يعني كنقرب منه كنفهم كنصغر عقلي كنعرف مستوى التفكير ديالو كنتفهمو، ولكن ماشي معنيتها اللي دارها راه مسموح بها غاديرها وجي قولها لي صافي الدنيا هانية. لا أنا معاك خاص تبقى واحد شوية الحدود باش كيخلي واحد كاين تواصل وكاين كاين احترام وكاين حدود. واضح. شكرا لك دكتوره لبنى بوحولي، نتلاقاو الاسبوع المقبل. مشاهدينا نتلاقاو بكم انتم غدا ان شاء الله صباحيه اخرى من صباحيه الدوزام فقره نصائح في التغذيه. غدا غادي يحضر معنا الاخصائي في التغذيه الرياضيه دكتور محمد الجحشور باش يكلمنا على نتمنى انني نتقصها صحيحه على التغذيه الصحيه للرياضيين بمناسبه اليوم العالمي للسرطان. دكتوره ناديه مزيان متوكل غادي تسلط الضوء على اهميه تشخيص سرطان الثدي وعنق الرحم. الكل دائما في صباحية الدوزام، نهاركم بروف وإلى اللقاء.